تحية لكم مشاهدينا وأهلا بكم في الأخبار الليلة التي نخصص جزءا كبيرا منها لمتابعة هذه التغطية وهذه التطورات اللافتة اليوم، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت ردا على عشرات الضربات التي شنها الحوثي على إسرائيل. ونشرت إسرائيل فيديو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يتابع الهجوم من غرفة العمليات التابعة لسلاح الجو في تل أبيب. وكانت مصادر الحدث أفادت بأن إسرائيل شنت سلسلة غارات بالفعل على مدينة الحديدة. وأضافت المصادر أن أمريكا وبريطانيا شاركتا في الهجوم بتزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود. يأتي ذلك فيما أعلنت جماعة الحوثي أمس استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة تسببت العملية بمقتل شخص وإصابة آخرين. هذا وأكد مسؤول أمريكي كبير أن إسرائيل شنت هجوما على في اليمن وضربت عدة أهداف في مدينة الحديدة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود من مواقع في ميناء الحديدة. على كل لمتابعة المزيد من التفاصيل حول هذه التطورات معنا من عدن مراسل الحدث ردفان دبيس. ردفان أهلا بك في الأخبار الليلة، معك نتابع آخر المستجدات، هل مازال القصف مستمر وما هي المعطيات الآتية إلى الآن؟ نعم، الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على محافظة الحديدة هذا المساء. المعلومات تقول بأن 12 طائرة شاركت في هذا الهجوم على ميناء الحديدة وبعض المواقع المتفرقة في المحافظة، بينها طيران F-35 وطيران أيضا 16. الهجوم كان على الخزانات في ميناء الحديدة بحسب بيان إسرائيل، تقول بأن هذه بأن الميناء أصبح بنية تحتية عسكرية للحوثيين. هناك كان انفجارات عنيفة داخل هذه المخازن في ميناء الحديدة وهي خزانات للوقود والتي أيضا اشتعلت فيها النيران وأعمدة الدخان تصاعدت داخل المحافظة. ميليشيات الحوثي وبحسب الإعلام الحوثي تقول بأن هناك عشرات القتلى والجرحى من العمال والموظفين في جانب هذا الخزان وجانب أيضا الشرطة العسكرية. أيضا تم استهداف منطقة الكتيب والتي توجد فيها محطة الكهرباء التي تغذي محافظة الحديدة. كانت بعض المصادر تحدثت بأن هناك أيضا قصف آخر وغارات على مبنى الشرطة العسكرية وكذلك مخازن المؤسسة الاقتصادية. الغارات تركزت اليوم بشكل عنيف على الميناء. القصف اليوم وفي ميناء الحديدة وهي التحول في المشهد الجديد من الحرب العسكرية إلى أيضا تدمير المنشآت الاقتصادية التابعة لميليشيات الحوثي. المعركة التي دخلت في الساعة الأولى والتحول الجديد جعل من طوابير مكثفة للمواطنين أمام محطات الوقود ليس فقط في محافظة الحديدة ولكن في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. بعد كل غارات كانت تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كان الإعلام الحوثي يظهر ويصرح بعدد الغارات والمنشآت التي تم استهدافها. حتى هذه اللحظة ما زال إعلام ميليشيات الحوثي لم يخرج ببيان واضح أو عدد الغارات أو الأماكن المستهدفة أو عدد القتلى الذين قتلوا في قرب في ميناء الحديدة قرب هذه الخزانات التي تم استهدافها. العملية العسكرية اليوم تقول الإسرائيل بأنها ردا على الضربات التي أو القصف الذي قامت به ميليشيات الحوثي خلال الأشهر الماضية وخاصة يوم أمس الطيران المسير الذي وصل إلى تل أبيب. ما زالت المصادر الإعلامية وأيضا الأخبار تصل بشكل مكثف هذا المساء. هناك شبكة التواصل الاجتماعي في اليمن ككل التي تتحدث عن القصف العنيف والغير معتاد في محافظة الحديدة. نعم،
طيب ردفاً إلى الآن، هل من أي تصريحات من جانب الحوثيين حول أي احتمال بالرد؟ الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام ظهر وقال بأن الرد سيكون عنيف وقاسي على هذه الضربات لإسرائيل، وأنهم لن يتخلوا عن مناصرة غزة، لكن الوسائل الإعلامية وأعلام الحوثي الرسمي الذي يظهر بالعادة بتصريحات متسارعة بعد كل قصف من قبل الطيران الأمريكي البريطاني، ما زال هناك لا يوجد صورة واضحة عن القصف الإسرائيلي في محافظة الحديدة، ولكن بحسب شهود عيان وبحسب المصادر الميدانية في محافظة الحديدة بأن القصف اليوم كان عنيف جدا، وأن ألسنة اللهب تطايرت في كل مكان، وأن الرعب والذعر داخل المحافظة منذ بداية مساء هذا اليوم، وأن الناس تشعر بقلق كبير خاصة القصف اليوم الذي لم يعتادوا عليه خلال الصراع الحاصل بين ميليشيات الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل. طيب نحن سنقوم بمتابعة معك ردفان أول بأول، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات ردفان دبيس مراسل الحدث من عدن. ولمناقشة كذلك هذا المشهد معنا من القاهرة المحلل السياسي اليمني عبد الله اسماعيل، ومعنا كذلك من بيروت الكاتب السياسي احمد عياش. مساء الخير لكما، اهلا بكما في الاخبار ليلى. استاذ عبد الله، نوعية الاهداف التي استهدفت قبل قليل بالميناء وكذلك ايضا باي نقاط اخرى كمحطة الكهرباء، كم تعتبر اهداف موجعة للحوثيين؟ يعني بالتأكيد أولا هي أولا مقدرات من مقدرات الشعب اليمني التي استحوذت عليها جماعة الحوثي وحولتها إلى جزء من آلتها العسكرية أو حتى الاقتصادية وليس فقط العسكرية. يعني نحن نعلم أن مسألة ومتاجرة جماعة الحوثي بفوارق النفط والغاز وأيضا يعني احتكارها لسوق النفط أو الوقود أو المشتقات النفطية هو جزء أيضا من حرب جماعة الحوثي على الشعب اليمني. وبالتأكيد يعني كما قلت في الأول والأخير هذه هي مقدرات اليمنيين وهذه يعني منشآت خاصة باليمنيين، لكن بالتأكيد استخدمتها جماعة الحوثي لصالح يعني جهدها العسكري وأيضا ترسانتها العسكرية والاقتصادية، وبالتالي بالتأكيد مثل هذه الضربات تؤثر على جماعة الحوثي. لعلنا اليوم نشاهد أول الضربات التي يمكن أن يقال أنها فعلا موجهة لإيجاع يعني لأذية جماعة الحوثي أو يعني التأثير عليهم بشكل أو بآخر، غير تلك الضربات التي كانت في السابق التي كانت من التحالف الأمريكي البريطاني أو حتى الأوروبي. طيب أستاذ أحمد، قبل قليل تصريحات الإسرائيلية والوزراء على رأسهم وزير الدفاع تحدث أنه الضربات هدفها إرسال رسالة للحوثيين. يعني ما شهدناه من صور للنيران ومشاهد لهذا الدمار الكبير، هل هذه رسالة فقط أو الموضوع يعني أكبر من ذلك برأيك؟ طبعا مساء الخير أولا وشكرا على الاستضافة، وأعتقد نحن أمام مشهد هو جديد من نوعه في المنطقة، ربما هو الأول من نوعه منذ ما يعني عملية ما حصل في غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي، هو الأول من نوعه سواء على مستوى الحوثي عندما أرسل هذه المسيرة ووصلت إلى تل أبيب وألحقت الأذى، بمعنى أصابت وقتلت رجلا وجرحت آخرين. الرمزية في هذه العملية أنها وصلت إلى داخل إلى عمق إسرائيل، إلى عاصمة إسرائيل، إلى تل أبيب، يعني نتحدث عن المدينة، عن العاصمة، عن المدينة الكبرى في إسرائيل.
الرد الإسرائيلي اليوم الذي حصل اليوم وهذه المشاهد التي أمامنا هي الأول من نوعها أيضا. ألاف ألف أكثر من 1000 كيلومتر ذهبت الطائرات الإسرائيلية لتنفذ هذه العملية، ومشاهد هذه النيران التي اندلعت هي ترسم معالم مرحلة جديدة غير مسبوقة. إذا كان الكلام عن رسالة، إنها رسالة افتتاحية إذا صح التعبير، إنها تدشن مرحلة من تاريخ هذا الصراع في المنطقة. هي تجر أطراف جدد إلى المسرح المباشر من الاشتباك. نحن عندما نعلم أن الحوثي دخل كطرف مشارك في هذا الصراع بالقول بأنه هو لنصرة غزة، لكنه هو اليوم أصبح داخل هذا المربع الناري. المنطقة أصبحت منطقة، يعني نحن خرجنا من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، نحن اقتربنا أيضا من الحدود الإيرانية. المنطقة يعني نحن نشهد اتساع لرقعة الصراع. إذا كان هناك من تعبير يوصف الأمور، هناك هذا التعبير هو مأخوذ من أدبيات جماعة إيران، القول بوحدة الساحات. اليوم ما حصل في اليمن هو يعطي تفسير حقيقي ويعطي برهان حقيقي كيف تكون هناك وحدة للساحات، وحدة للنيران، وحدة للغارات، وحدة للدمار. يعني عمليا نحن أمام تطور جديد، نحن لازلنا في بداية هذا المسار. نعم. المعلومات طبعا مهمة والمعطيات مهمة، هذا هو يعني نحن ننتظر أكيد مزيد من التفاصيل. وبالتالي يعني نحن هنا نلفت إلى الخبر العاجل الذي ننقله أسفل الشاشة. مسؤول إذن مشاهدينا، مسؤول بالجيش الإسرائيلي كما ننقل في هذه الأخبار العاجلة يقول إنهم أخطروا الحلفاء بغاراتهم في اليمن قبل تنفيذها، اختار وليس اشتراك مع الحلفاء بحسب مسؤول بالجيش الإسرائيلي. يعني ننتظر مزيد من الإيضاحات حول إذا ما كان بالفعل كان في دور أمريكي وبريطاني في هذا الموضوع. إلى الآن المعطيات تشير إلى أنه المساعدة كانت فقط عبر تزويد الطائرات بالوقود، والآن مسؤول بالجيش يؤكد أنهم أخطروا الحلفاء حول هذه الغارات ليس أكثر. على كل سنتابع التفاصيل بهذه النقطة. أستاذ عبد الله، يعني السؤال كذلك المطروح الآن، هل يعني بعد ضربة تل أبيب من جانب الحوثيين، هل كان الحوثيون يحاولون استجرار إسرائيل لضربات على الأراضي اليمنية؟ إسرائيل هددت في أكثر من مناسبة، لم نشهد ذلك بأوقات سابقة لأنه لم تصل الأمور إلى هذا الحد، ولكن بالأمس وصلت بعد ضرب تل أبيب. وبالتالي هل هم يحاولون استجرار إسرائيل إلى اليمن؟ يعني أعتقد أن هذا هو العنوان الأبرز والحقيقة الدامغة وما يمكن أن نؤكده بكل الألفاظ وبكل المعاني وبكل الشواهد. جماعة الحوثي هي جماعة ليست قادرة على أن تواجه مواجهة كبرى، ومسألة المسيرة التي وصلت إلى تل أبيب هذه تقودنا إلى ما تحدث عنه ضيفك الكريم من بيروت في مسألة وحدة الساحات. نحن لا نرى وحدة الساحات، نحن نرى ساحات فقط تقدم من إيران لتكون هي صاحبة التبني لمثل هذه يعني هذه الفقاعات الإعلامية الكبيرة، ثم بعد ذلك هي التي تتلقى المأساة والمعاناة بعيدا عن يعني توظيفا إيرانيا، بعيدا عن إيران نفسها، وكأنها يعني تدفع بهذه الساحات وهذه الأدوات لتلقي الضربات نيابة عنها، أو محاربة الشر كما تسميه بين قوسين نيابة عنها. وبالتالي اليوم في اليمن جماعة الحوثي تستدعي بهذا التبني كما استدعت في تبنيات ماضية هذه العمليات، ثم اليوم اليمنيون هم من سيدفعون الثمن. وأنا في تصوري أن أكثر المحتفلين بهذه الضربات التي وجهت اليوم إلى ميناء الحديدة هم الحوثيون أنفسهم، لأن هذه هي خططهم، هذا هو ما أرادوه منذ يعني أشهر عدة لم يستطيعوا أن يصلوا إليها. اليوم يحققون هذا الهدف، هدف الاستجداء، استدعاء الضربات، استدعاء الحرب، وبالتالي يستطيعون أن يتحركوا في الاستفادة في مساحات الاستفادة من هذه الضربات. واليمنيون لم يختاروا الحرب، لم يختاروا الحرب على الإطلاق، وإنما يعني من قام بذلك هم الحوثيون. واليوم للأسف ونحن نقول دائما، اليمنيون دائما ينظرون لمثل هذه الضربات على أنها ضربات لا معنى لها، هي فقط تعمق من معاناتهم،
وليس هنالك إلى اليوم استراتيجية دولية حقيقية لكف أذى الجماعة الحوثي عن اليمن أولا وعن الإقليم ثانيا وعن العالم ثالثا. أستاذ أحمد، وزير خارجية إسرائيل قبل قليل كذلك صرح إيران هي رأس الأفعى ويجب وقفها الآن، لم يتحدث عن تفاصيل أخرى، ركز كثيرا على إيران، ويعني منذ الأمس أصلا بإسرائيل الهجمة الأساسية تأتي على إيران بعد ضربة تل أبيب. ماذا يفهم من هذا التصريح بوقت أنه إسرائيل تقول أنها مستعدة لضرب إيران وأذرعها أينما كان؟ طبعا يعني يجب أخذ بالاعتبار أرسلة اللهب التي تتصاعد حتى هذه اللحظة من محافظة الحديدة اليمنية، هي البرهان على أن الأمور تأخذ اتجاها متوسعا أو تتسع فيها الأمور، تذهب في هذا المذهب الذي ذهب إليه وزير الخارجية الإسرائيلي بالمعنى القول. وهي إيران، حتى إيران وما هو قائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية حاليا باقري، هو قال في أكثر من مناسبة، وقالها في الأيام الأخيرة في نيويورك على هامش أعمال هذا الاجتماع الدولي فيما يتعلق بموضوع غزة. هو أيضا صرح بأن إيران معنية بهذا الصراع وأنها ستكون طرف بهذا الصراع، كأن ما طلبه باقري وما فعله الحوثي وما قامت به إسرائيل اليوم الرد هي تحقق هذه الأهداف. بمعنى إسرائيل عندما تشير إلى إيران هي كانت تشير إلى هذا الأمر سابقا بطريقة مختلفة، أقصى ما استطاعت إليه، يعني نحن نتحدث عن الحقبة التي تلت حرب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، أقصى ما فعلته إسرائيل هو قصف القنصلية الإيرانية في دمشق. لكن اليوم عندما يحصل هذا الذي يحصل في البحر الأحمر، نحن في الجغرافيا نتحدث كأننا اقتربنا من إيران، يعني الجغرافيا اليوم تتحدث بلغة مختلفة عما كان عليه الأمر في الساعات الماضية، يعني قبل أن تحصل هذه العملية، مما يعني عاجلا أم آجلا ولا أعلم. طبعا هذه قضية تتفوق على قدرتنا في التحليل أو قدرتنا على إطلاق الأحكام، ولكن في مكان ما هذا اللهيب الذي يحصل في الحديدة هو جديد من نوعه، يجب أخذه بالاعتبار أنه هو للتحفيز إما في اتجاه الحلول وإما في اتجاه توسيعة الصراع. أما الكلام الذي يطلق اليوم على لسان الحوثيين سنفعل ونرد والأخرية، هو كلام لا أكثر ولا أقل، كما يحصل في جبهة لبنان على سبيل المثال. الدمار الهائل الذي حاصل اليوم على المستوى اللبناني، هناك مناطق شاسعة واسعة في جنوب لبنان أصبحت تشبه غزة، لكن عندما تستمعين إلى خطابات حزب الله كأن الأمور ذهبت في اتجاه نهاية إسرائيل التي انتهت، لا يتحدثون إطلاقا عن هذا الجانب الخسائر. هكذا حال الحوثي، لأنهم هم جزء من مثل ما كما تفضل ضيفك من القاهرة، هم جزء من هذه المنظومة الإيرانية، هم منتمون أصلا للحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري الإيراني الذي يدير الصراع يستطيع القول اليوم وغدا أنه فعلا يعني كأنه غير معني، هو كأنه مرشد روحي فقط لهذه الجماعات. أين من هذه الإمكانيات التي يتمتع بها حزب الله أو الحوثي، من أين تأتي؟ وبالتالي كل هذه الأعمال النارية وهذا وإدخال المنطقة في هذا اللهيب من أين يأتي؟ إذن الإيراني لا يستطيع الاختباء طويلا وراء هذه المقولة، نحن ذاهبون عاجلا أم آجلا، إلا أن هذه النيران في الحديدة سنشاهدها في مكان آخر وعلى مقربة من الحديدة. وبالتالي اليوم افتتحت مرحلة جديدة كانت غير، يعني هي غير مسبوقة. بمعنى من كان يتصور التحالف الدولي الذي يعني تقود الولايات المتحدة الأمريكية لم يفعل ما فعلته الأحداث اليوم غيرت مجرى الأحداث، يعني لا الأمريكي ولا البريطاني ولا أحد سينافس هذا المشهد الجديد اليوم، وهو ممكن للتكرار. بهذا المعنى يعني إطلاق هذا الكلام اليوم هو من أجل رفع المعنويات لا بأس إذا نظرنا إليه في هذا الاتجاه، لكن حقائق على الأرض وحقائق ميدانية كبيرة اليوم.
هذا ما يجب النظر إليه وتتبعه، وهذا هو ما يفسر الكلام الإسرائيلي اليوم على لسان وزير خارجية إسرائيل. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت الكاتب السياسي أحمد عياش، والشكر موصول لضيفنا من القاهرة المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل. إذن مشاهدينا، استهدفت غارة إسرائيلية منشآت لتكرير النفط في محافظة الحديدة في اليمن وفق مصادر الحدث. وأكد إعلام الحوثي استهداف الحديدة بغارات قريبة من منطقة مدنية دون أن يذكر حصيلة الأضرار البشرية أو المادية، في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منشأة نفطية. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن الغارة هي رد على استهداف الحوثيين لتل أبيب. هذه خزانة النفط، هذه الميناء، الميناء الآن خزانة النفط. استهداف ميناء الحديدة بغارات الطيران الصهيوني الأمريكي. وأيضا للمزيد من النقاش حول هذه التطورات، معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، ومن تل أبيب المستشار الأمني السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية ألون إيفيتار. أهلا بكما معنا في الأخبار ليلة وفي هذه التغطية. سيد إيفيتار، يعني إسرائيل الآن تفتح نوعا ما يسمى بجبهة جديدة. هذا الاستهداف الذي رأيناه على ميناء الحديدة ونقاط أخرى بالحديدة، ماذا يعني بالنسبة لتطور المواجهات لإسرائيل؟ مساء الخير للجميع. أول شيء حبيت التأكيد أنه إسرائيل هي مش العنصر اللي فتح جبهة جديدة. اللي فتح جبهة جديدة هم الحوثيين في بداية المعركة بعد 7 أكتوبر. اليوم نحن شايفين أنه كان رد إسرائيلي جدي وكامل وعنيف ودقيق ضد الهجوم تبع الحوثيين، ضد إطلاق المسيرات، مش بس المسير لتل أبيب، بس مسلسل إطلاق المسيرات من حوثيين لاتجاه إسرائيل. وأكيد الغد الإسرائيلي كان بعد إطلاق المسير لدولة، لا عفوا، مدينة تل أبيب في مركز تل أبيب امبارح. نحن شايفين هلا من ناحية إسرائيلية أكيد كمان تجديد سياسة الردود الفعل، وكمان قدرة عسكرية جوية مش عادية بكل ما يتعلق لاستهداف مواقع استراتيجية عسكرية وطنية داخل يمن. وأذني هلا الكرة مش موجودة عند الجانب الإسرائيلي، بس عند الجانب الثاني. والسؤال أو المسألة المركزية كمان شو راح يكون كتأثير لهذه الاستهداف أو لهذه الهجوم. بس هل يعتبر يعني سيد إيفيتار أنه هذا الهجوم من الجانب الإسرائيلي انتهى إلى الآن؟ لحد هل أذني حسب تخليلي في الوقت الراهن وحسب حسب اعتقادي بالنسبة كمان لجو داخل إسرائيل وفي القدس وفي قيادة الأركان، أذني من ناحية إسرائيلية
الغد اللي كان قبل ساعتين ثلاث نعم كان ضد اطلاق المسير تبع الحوثيين لتل ابيب. بس اذا ناخذ بعين الاعتبار وهي المعادله، بس اذا هذا الهجوم من ناحيه اسرائيليه كان اكثر من رساله، بس اذني من ناحيه اسرائيليه، اذا الحوثيين او ايران كمرجعيه للحوثيين راح، اذا من ناحيتهم راح يكون رد على هجوم الاسرائيلي، اذني نحن موجودين في بدايه او تجديد المعركه اللي رايناها في شهر 4 من ناحيه ايام الحرب ضد ايران. بس لاسرائيل ما الى قصد او نيه لاستمرار الهجوم المسلسل في الوقت القريب او في الايام القريبه. اذني لسا الغد موجود او اذني الكره موجوده عند الحوثيين وعند طهران، بس من ناحيه اسرائيليه اذني الرساله اجت بشكل دقيق ودوري لطهران وليمن. اذا طيب. الحوثيين او ايران من ناحيتهم يكون رد عنيف ضد الهجوم الاسرائيلي، نحن موجودين في سيناريو او في صفحه جديده اذا بدك. سنعود إلى هذه النقطة معك سيد فيتار، الصفحة الجديدة، ولكن سيد بشار، من ناحية أمريكا على ما يبدو أن البيت الأبيض يقول أنه تمت إحاطة الرئيس بايدن بالوضع في الشرق الأوسط قبل دقائق، و يعني كان في حرص على القول أنه أمريكا لم تشارك بالضربة من ناحية الضرب، وأيضا إسرائيل قالت أنه هي فقط بلغت من تصفهم بحلفائها بهذه الضربات، ولا يعني بشكل أو بآخر لتقول أنه هم لم يشاركوا أيضا. ماذا يعني هذا الموضوع بالنسبة لأمريكا، ويعني أين يضعها الآن؟ دار أحييك وأحيي الضيف الكريم من تل أبيب، وأنا أتابع التغطية منذ بدايات العواجل عبر شاشة الحدث، ولفت انتباهي حتى تأكيدك خلال سؤال سابق مع ضيف سابق بأن الجيش الإسرائيلي قام بإخطار الجانب الأمريكي بهذه العملية، بمعنى أنه لم يكن شريكا، على عكس ما تم محاولة الترويج له من جانب الحوثيين بأن هذا عدوان أمريكي بريطاني إسرائيلي، في محاولة أيضا لاستجداء التاريخ بموضوع العدوان الثلاثي أيام عبد الناصر. طبعا المشهد الإعلامي الذي يشير بوضوح، أعتقد هو أيضا الكلمة الأخرى الدالة هي إحاطة الرئيس بايدن، يعني اختار وإحاطة، بمعنى أن ما جرى يراد له أن يبقى في إطار بأن هذه رسالة مبدئية، رسالة أولية بعد 10 أشهر من هذه الحرب، حرب 7 أكتوبر، وقد وصف في الإعلام الإسرائيلي، أنا أتابع الإعلام الإسرائيلي، ووصف بأنه 7 أكتوبر الثاني، بمعنى أن ما يقلق الإدارة الأمريكية الآن ألا تصل الأمور إلى مرحلة يضطر فيها الرئيس بايدن مرة أخرى بأن يكرر ذات المقولة دونت، بمعنى لا تنضموا إلى هذه الحرب عندما خاطب حزب الله وأذرع إيران في المنطقة. ولكن بالفعل ما يجري هو، لأنه لاحظي ماذا تم استهدافه، يعني النيران تظهر بأنه مخزن أو مستودع للوقود وليس للقات، لا يراد به يبدو إزعاج ولا إيلام المواطنين الذين ابتلوا في سلطة الحوثيين، وإن كان قد لفت انتباهي وقد شاركته على منصات التواصل الاجتماعي، منصة إكس تحديدا، فيديو قبل قليل شابين يمنيين يصوران ما حدث وهما في حالة ابتسام وسعادة. فالحقيقة المشهد لافت هلا هو فعليا في حالة هلع، يعني حتى نكون هون يعني دقيقين بنقل الصورة، في حالة هلع بين المدنيين وفي تهافت على محطات الوقود، إلى جانب كذلك يعني في خوف من استمرار هذه الغارات. هذه حرب لارا، ولكن ما أردت بذلك التأكيد، لأن عندما يكون هناك هذا التعبير اللافت، يعني في حالة الحرب الهلع هو الطبيعي،
الخوف هو طبيعي، الصخب، الغضب، ولكن أن تري شباب بمقتبل العمر يصوروا ما حدث وهم في حالة يعني ابتسام أو فرح، فهذا على الأقل صحفيا يستدعي المتابعة. طيب سيد أفيتار، يعني كذلك أيضا التعاطي مع الولايات المتحدة بهذا الموضوع، يعني بالأمس كان هناك اتهامات كثيرة تأتي من إسرائيل أنه لو الولايات المتحدة نفذت ضربات فعليا رادعة بحق الحوثيين بعد تهديدهم للملاحة لما كنا وصلنا إلى هنا. هل هذا يرتبط فعليا اليوم أنه إسرائيل فقط أخطرت أمريكا بهذه الضربات؟ هل يؤشر إلى شيء ما بين الطرفين من ناحية أيضا التعاطي العسكري إلى جانب ما نراه من مشاكل سياسية بينهما؟ أنا بقدر أقول لك في هذه أخبر المشاهدين كمان أنه قبل كم دقائق مصدر أمني إسرائيلي صرح أنه هذا الهجوم كان مستقيل، إسرائيلي مستقيل بدون أي صحيح بدون أي تعاون وتنسيق وشغل مشترك مع هذا تحديدا الأمريكان. ما أسأل عنه أكيد، بس بجوز كان شغل مشترك أو تعاون بين إسرائيل وأمريكا وبريطانيا بكل ما يتعلق لملف الاستخباري، معلومات استخبارية بالنسبة للأهداف العسكرية هناك وتبع بنية تحتية في يمن. بس أكيد الهجوم من ناحية الطيران كان إسرائيلي من بداية لنهاية. نهائيا لازم نأخذ بعين الاعتبار أنه نحن نحكي على جبهة بعيدة ودولية، هي مش جبهة إسرائيلية، ما إلى علاقة لإسرائيل. الحوثيين انتخروا أنه يفتحوا جبهة جديدة قبل إسرائيل قبل فترة، بس الهجوم هناك والتطور هناك والتوتر هناك هذا بيأثر على العالم الغربي كله، على كل حركة سفن في البحر وإلى آخرين، على الاقتصاد إذا بدك كمان على السعودية وعلى مصر. بس أكيد أذني في كمان بالنسبة لسؤالك في تنسيق وأكثر من تنسيق إسرائيلي أمريكي بهذه القضية، عشان لازم يكون استعدادات مشتركة بين الجانبين بكل ما يتعلق ل أذني وحدة دولية تبع الدفاع على إسرائيل وعلى مواقع أمريكية كمان في منطقة الشرق الأوسط. إذا يكون رد من ناحية الحوثيين أو إيران، عشان كذيني الأمريكان بلا شك كانوا في الصورة، وممكن أكثر من الأمريكان بجوز السعوديين بجوز مصر أو بريطانيا، هذا مش عملية عسكرية إسرائيلية جوية، بس نحن نحكي على تأثير واسع، تأثير إله أو لهذه العملية في تأثير دولي على الأمريكان كمان بلا شك، وأكيد على عشرات من الدول تبع أوروبا لهم علاقة لا سفن في هذه البحر وعلى كل التجارة الدولية في المنطقة من غرب لشرق. سيد بشار، من ناحية أمريكا كم يعني تحرجها هذه الضربة إذا صح الوصف، يعني صح السؤال هنا، بمعنى أن أمريكا وبريطانيا منذ أشهر تشنان ضربات سواء غارات داخل الأراضي اليمنية أو حتى كذلك محاولات بالمياه لوقف هجمات الحوثي على الملاحة البحرية، ووصفت هذه الغارات بأنها ناعمة جدا وهذه الضربات، ولم توقف فعلا الحوثيين عما يقومون به ولم توقفهم أصلا عن قصف تل أبيب بالأمس. اليوم إسرائيل قصفت مباشرة الميناء ومراكز أساسية بالنسبة للحوثيين، هل هذا محرج لأمريكا أو يمكن لأمريكا فعلا أن تستغله بطريقة مختلفة؟ سؤال في الصميم لارا، وأجاب عليه بشكل غير مباشر الرئيس ترامب المرشح الجمهوري، الذي قال عندما طلب منه الحوثيون عبر وسطاء الاجتماع ابان إدارته رفض، وقال سبب الرفض أنكم ترددون الموت لأمريكا فكيف أجتمع بكم؟ فكانت إجابة أننا نقول ذلك فقط للاستهلاك الشعبي، فقط للساحة الداخلية، ولكننا معنيين بالتفاوض.
هذا يشير عزيزتي إلى جانب 10 أشهر من عمليات حرس الازدهار. يعني أستاذ بشار معلش أنا بدي بس أقطعك لأنه بدأت كلمة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رح أرجع لحضرتك ونتابع بهذه النقطة. إلى دانيال هجاري إذا مشاهدينا. نقول بأن مرخاك الهجمات 1700 كيلومتر مكان تنفذ على بعد 1700 كيلومتر. قامت طائراتنا باستهداف ميناء الحديدة، هاجمنا منطقة الميناء لكونه ممرا لنقل الوسائل القتالية الإيرانية من إيران إلى اليمن، وهو مصدر اقتصاد مهم للإرهاب الحوثي. استهدفنا مواقع تستخدم من قبل الإرهاب بما فيها مواقع إنتاج الطاقة، قام بهذه المهمة سلاح الجو بعملية تخطيط كبيرة ودقيقة. اليمن هي دولة كبيرة وجزء صغير منها يسيطر عليه الحوثيون. ليس لنا هدف استهداف اليمنيين، نحن نستهدف الإرهاب الحوثي. في الشهور الأخيرة الحوثيون بتوجيهات إيرانية استهدفوا العديد من السفن، وإرهاب الحوثيين يحكم من إيران باستهداف السفن وباستهداف الحركة التجارية العالمية كلها. مساء اليوم سلاح الجو قام بهذا الهجوم لوحده، ودولة إسرائيل قامت بهذا الهجوم لأنها وأيضا وجهت نداء للدول التي تتعرض للإرهاب الحوثي الذي تأتي الأوامر له من إيران. يجب أن يكون هناك تعاون مشترك لمواجهة هذا التهديد. منذ 9 شهور ونحن نخوض جبهة وندافع عن أنفسنا في عدة جبهات، وهناك هجمات تم خلالها اعتراض مئات الأهداف التي استهدفت إسرائيل. سلاح الجو وسلاح البحرية يعملون معا منذ بداية الحرب من أجل الدفاع عن الدولة. في هجوم هذا المساء لم تنتهي المعركة، الإرهاب الإيراني ووكلائه لا يزال يتحدانا ويجبرنا على العمل حيث ما يتطلب الأمر. إلى الأسئلة. ما بعثنا اشتنا يوم أخر 9 خدشين من الكتبان. ما الذي تغير اليوم بعد 9 شهور من هجمات الحوثيين بالمسيرات؟ فيم شيلة ريشونا شيلة شنيا. وهل لأن تل أبيب استهدفت قمنا بالهجوم؟ وأيضا هل ستقومون بمهاجمة من يدعم ويشغل الحوثيين أي إيران؟ نحن في حرب متعددة الجبهات، ومنذ أكثر من 9 شهور دولة إسرائيل تعرضت لمئات الهجمات، الكثير منها جاء في ليلة 13 إبريل عندما استهدفتنا إيران. وتقريبا كل يوم نتعرض لهجمات خاصة في الجبهة الشمالية، وهذه هي المرة الأولى منذ 9 شهور تقوم طائرة مسيرة إيرانية باختراق الأجواء الإسرائيلية وتستهدف إسرائيل وتقتل إسرائيليين. هذا الهجوم هو الأخطر، ولذلك جاء هذا الرد على كل ما حدث في الشهور التسعة الأخيرة. فنحن نقول لكل من يهددنا في المنطقة بأن إسرائيل قادرة على الرد وأن يدها طويلة وتستطيع أن تصل إلى البعيد من أجل الرد على هذه الهجمات. سأقول بعض الكلمات باللغة الإنجليزية. في الشهور التسعة الأخيرة الحوثيون الإرهابيون وكلاء إيران في اليمن استهدفون بأكثر من 200 هجوم جوي في إسرائيل وفي بنها التحتية. في صباح الجمعة في واحدة من هذه الهجمات استخدم الإيرانيون طائرة مسيرة الحوثيون طائرة مسيرة إيرانية واستهدفت شقة في قلب تل أبيب قرب السفارة الأمريكية في المدينة، وقتلت مواطنا إسرائيليا في 50 من عمره يفغاني فيرزر، وأصابت عدد آخر. الهجوم الحوثي هو اعتداء وانتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلام الدولي والأمن الدولي. اليوم تحركت
إسرائيل في دفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات، وقام سلاح الجو بتنفيذ عمليات قصف دقيقة ضد الحوثيين في اليمن. الهدف العسكري كان ميناء الحديدة الذي يستخدمه الحوثيون كمصدر. إذن مشاهدينا كنا مع هذا المؤتمر الصحفي لدان. إذن تابعنا هذه الكلمة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، تحدث فيها سواء بالعبرية أو بالإنجليزية عن استهداف ميناء الحديدة. بالفعل قال أنه طائراتهم استهدفت الميناء لأن عبره تنقل أسلحة إيران لليمن، وهو مصدر اقتصادي مهم للحوثيين ومصدر ما وصفه بإرهاب الحوثي. واستهدفوا مناطق كذلك بحسب هاجاري تتعلق بإنتاج الطاقة. اعتبر هاجاري أن ميناء الحديدة أصبح بنية تحتية عسكرية للحوثيين، وقال كذلك أنهم بحرب متعددة الجبهات، تحدث فيها عن جبهة الجنوب، جبهة الشمال، إلى جانب الجبهات الأخرى، ولكن ركز على أنها هذه هي المرة الأولى منذ 9 أشهر تخرق مسيرة إيرانية الأجواء الإسرائيلية وتقتل إسرائيليا، واعتبر ذلك بأنه هذا هو الهجوم الأخطر. إذن هذا بحسب كلام دانيال هاجاري. كذلك اعتبر أن هذا الهجوم هو انتهاك للقانون الدولي، أي الهجوم الذي حصل بمسيرة إيرانية على إسرائيل. على كل نحن سنتابع حوارنا. فقط أنا أذهب إلى زميلنا حسين الطود مراسل الحدث بأمريكا لنتابع معه كذلك الردود الأمريكية وما إذا كان هناك أي تصريحات أو ردود أفعال إلى الآن. حسين أهلا بك في الأخبار الليلة. نعم لارا، حسب ما عرفنا بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تم إطلاعه على التطورات في الشرق الأوسط. مسؤول أمريكي نفى أن الولايات المتحدة قد شاركت بهذا الهجوم الإسرائيلي. طبعا الإسرائيليون قالوا بأنهم أعلموا التحالف الدولي وأعلموا الأمريكيين بهذا الهجوم. هنا يجب أن نوضح مسألة. على المستوى السياسي الأمريكيون مصرون على أنهم لا يريدون الحرب في غزة أن تتسع رقعتها إلى باقي المنطقة، لذلك هم يسعون دائما إلى إيجاد حل دبلوماسي، وكانوا يفضلون أن يكون هناك عمل عسكري إسرائيلي تجاه أي منطقة، إن كنا نتحدث عن اليمن أو عن الجبهة الشمالية مع لبنان. ولكن عملتيا إذا كما قال لسيون، إذا أرادوا أن يطيروا فوق البحر الأحمر فعندها إذن هناك أجهزة رادار أمريكية موجودة في المنطقة، فربما أبلغوا الأمريكيين بأنهم سيتوجهون إلى اليمن، ولكن الأمريكيين يصرون على أنهم لم يشاركوا بهذه العملية العسكرية، ويصرون أيضا بحسب المواقف الرسمية على عدم اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط ما بين إسرائيل وحماس لكي تشمل جبهات أخرى مثل جبهة اللبنانية، والآن كما نرى القصف الذي طال الحديدة في اليمن. يعني إلى الآن حسين هناك نوع من يعني التحذير الأمريكي إذا صح الوصف من اتساع هذه الجبهات لإسرائيل، أو ماذا يعني فعليا ما هي المعطيات حول الموقف الأمريكي أو حتى ربما الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية؟ وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث إلى وزير الدفاع لويد أوستن الأمريكي يوم الجمعة بشأن الاستهداف الذي طال تل أبيب، ولكن كما قلنا الأمريكيون حسب موقفهم الرسمية العرب ما زالوا يصرون على عدم اتساع رقعة الحرب. الأمريكيون لا يفضلون الحرب، دائما يفضلون الحلول الدبلوماسية، لذلك هم يسعون إلى إيجاد صفقة ما بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن والتوصل إلى هدنة. نعم. إن كانت مؤقتة أو دائمة. نعم. لأجل إنهاء هذا الصراع وعدم اتساعه. شكرا لك حسين الطود مراسل الحدث من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. ونعود الآن مشاهدينا إلى متابعة بقية كلمات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري. بعض هذه الضربات التهديدات نفذها سلاح الجو خارج حدود إسرائيل، ويوم أمس هذا الهجوم كان غير مقبولا، لذلك نحن نقوم بما يجب علينا وحيثما يجب علينا.
إذن مشاهدينا نحن سنبقي عيننا على هذه التطورات وكذلك أيضا الكلمات، لأنه على ما يبدو هناك كلمات أخرى مرتقبة بعد قليل من إسرائيل. ونعود إلى حوارنا ومناقشاتنا وإلى ضيفنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أستاذ بشار أهلا بك من جديد، حضرتك كنت تجيب على سؤال حول ما إذا كانت أمريكا محرجة من ضربة إسرائيل هذه، وأيضا يعني كذلك يعني كلامها جاري عندما قال أنه هذا هو الهجوم الأخطر الذي حصل عليهم بمسيرة دخلت إلى تل أبيب. ماذا يعني؟ يعني هل هم يتحدثون عن نقلة جديدة الآن بالصراع الموجود أم لا؟ كما قال ضيفنا قبل قليل كذلك صفحة جديدة على ما أعتقد وصفه. صحيح، هي صفحة ولكن الكتاب لم يتغير، كتاب العلاقة ما بين هذه التنظيمات أذرع إيران والمركز وهو طهران هو بالفعل يعني هذا التصريح الذي قاله وزير خارجية إسرائيل بأن إيران هي رأس الأفعى، أعتقد أن هناك اتفاق عدد من القوى الإقليمية والعالمية مع هذا التوصيف. هذا سلوك إيران تفجر الساحات واحدة تلو الأخرى، بدأت الموضوع عبر حماس، اتضح أن حماس تحولت إلى كبش محرقة وللأسف مع كل الضحايا الأبرياء في غزة، بعدها تحولت الأنظار إلى لبنان، اقترب حساب حزب الله، الضغوط خاصة من التصفيات أصبحت يعني محرجة للغاية لإيران ولحزب الله، فتم الانتقال إلى الحوثي. الحوثي الآن هذه الضربة بالفعل كانت كما وصفت في الإعلام الإسرائيلي هي تكرار للسابع من أكتوبر، لأنها أخذت وكأنها اختراق أمني لا يجب السكوت عنه، بالتالي لابد كان من الرد. الرد الآن يقترب من التصادم مع الطرح الأمريكي خاصة إدارة بايدن، عندما دائما كان يقول دونت، لا تفعلوها، لا تنضموا إلى هذا الصراع، لا أريد، كما قال الزميل حسين قبل قليل مراسلكم في واشنطن، إنه لا يريد الإدارة الأمريكية بالفعل لا تريد توسعة هذه رقعة الحرب هذه، ولكن لا يمكن السكوت على بعض أمور خاصة أمام الرأي العام الداخلي، وخاصة أن نتنياهو قادم لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة في الكونغرس الأمريكي، فهو يريد أن يوظف هذه الأوراق حتى يضغط في اتجاه أيضا موضوع غزة، بمعنى العكس تماما ما اعتقد الحوثي بأنه يقوم به بين قوسين نصرة للقضية الفلسطينية أو لحماس أو للشعب غزة، العكس تماما الذي يجري هو تأكيد للرواية بأن ما يجري لا علاقة له بالقضية الفلسطينية وإنما بإيران ودورها في المنطقة وكيف تريد اختطاف هذه الساحات. تماما أستاذ بشار، يعني السؤال هنا يعني أمريكا ماذا فعلت في سياستها مع إيران؟ يعني قلت حضرتك قالها دونت، لا تفعلوا ذلك، ولكنهم فعلوا ذلك، وبكل مرة هناك جبهة جديدة تفتح. إسرائيل تقول نحن لسنا من نبادر أصلا، يتم الاعتداء علينا ونحن فقط نرد، وبالتالي أمريكا إلى متى سوف تستمر بهذه السياسة، سياسة ضبط النفس وسياسة إرسال الرسائل السياسية فقط، بوقت أنه يعني إلى الآن هل يمكن القول أنه حصل شيء من ناحية الضغط على إيران من جانب أمريكا أم لا؟ هو تغيير الأجواء بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية وقبل ذلك المقتل ومصرع حول مجموعة من الألغاز حتى الآن لم تحل في قضية مصرع الرئيس الإيراني السابق الراحل الرئيسي. نعم. فالتوقيت هام جدا لأنه مرتبط بملفات عديدة في موسم انتخابي. كنت أتحدث إليك قبل عودتك إلى المؤتمر الصحفي لهاغاري بأن الرئيس ترامب عندما سئل وطلب منه عبر وسطاء أن الحوثي يريد التفاوض مع إدارة الرئيس ترامب الذي أدرجها على إحدى الأعراب، وقام بايدن إدارة الرئيس بايدن بعكس هذا القرار واضطر إلى تراجعه وإعادة إدراج الحوثي مرة أخرى على إحدى الأعراب، حينها أجاب الرئيس ترامب بأنه كيف أتفاوض مع من يرفع سعار الموت لإسرائيل، فكان رد جماعة الحوثي عبر المفاوضين الطرف الثالث قال لا هذا شأن فقط داخلي، يعني هي عملية إعلامية داخلية هذه الهتافات، لكننا معنيين بالتفاوض. هذا الكذب، هذا النفاق، هذه الطاقية للأسف غير مكشوفة إعلاميا. طيب. ويبدو أن الأحداث الآن ستسارع من إسقاط ورقة التين أو التوت
عن هذه الأكاذيب. أها. أستاذ بشار أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، سوف نذهب مع حضرتك إلى هذا الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي لتجهيز مقاتلاته قبل العملية التي استهدف فيها ميناء الحديدة ومواقع أخرى في اليمن. نتابع هذه الصور. تابع. نتابع إذن مشاهدينا هذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي لما قال إنها استعدادات لمقاتلاته وتجهيزات لها قبل أن تنطلق، كما نتابع في الفيديو، لتنفيذ العملية في الحديدة في اليمن. أفادت مصادر يمنية للحدث بأن القصف الإسرائيلي على مدينة الحديدة طال خزانات الوقود في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي اليمن، كما استهدفت الغارات محطات كهرباء رأس كتنب الواقعة شمالية المدينة، وتسببت الغارات أيضا وفق المصادر بسقوط قتلى وجرحى بينهم عمال في موانئ الحديدة. هذا وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم على مواقع الحوثيين من غرفة عمليات سلاح الجو الإسرائيلي في تل أبيب. نتابع. ونعود إلى ضيفنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أستاذ بشار، نركز معك دائما على الإدارة الأمريكية الحالية يعني الآن، وهنا نسأل ماذا يعني بقي لهذه الإدارة من أدوات ومن وقت كي تقوم يعني بأي إجراءات أو بتغيير في السياسات لا سيما من ناحية الشرق الأوسط؟ هل لديها مزيد من الوقت؟ على كل، بس اسمح لي قبل أن تذهب إلى الإجابة، نشير إلى أن المجلس السياسي للحوثيين على ما يبدو له تصريحات الآن يقول إنه سيكون هناك رد مؤثر على الضربات الإسرائيلية، إذن الحوثيين على ما يبدو يهددون بالرد. تفضل أستاذ بشار. دعينا نتوقع عند الخبر العاجل كما تفضل. رد مؤثر معناها سيكون الرد أكبر، بمعنى الضربة الإسرائيلية الآن ستتحول إلى حملة. والسؤال هل يعني اتخذ القرار في إيران أن يكون كبش المحرقة الثاني هو اليمن، هو الحوثي كجماعة ليست هي القضية، ولكن هذا جزء من اليمن الذي استبيح وانتهكت سيادته عمليا عن طريق إيران عبر جماعة الحوثي قبل سنوات، عندما كان البعض يتحدث عن الحرب ومحاولة التصدي للاعتداءات الحوثيين إقليميا وفي الجوار. ودون أن أدخل بتفاصيل كثيرة أعتقد لا تغيب عن بال المتابع إطلاقا، كان الرد وخاصة إدارة أوباما وبعده بايدن أنا لا نريد أن نحاور الحوثيين، هذا هو الحوثي، هذا هو تفكير الحوثي، لم يختلف. وعندما تم السماح للحوثي بأن يسيطر على الحديدة عمليا تم الإقرار بأنه هو ديفاكتو، بمعنى هو الذي يسيطر على الأرض. الآن ضمن الردود الإسرائيلية كانت قبل قليل استمعنا إليها بأنه خلص يعني حسم الأمر وتم تحويل الحديدة إلى ميناء عسكري. عندما تستخدم هذه العبارة أنه ميناء عسكري وليس إنساني كما أرادت إدارة أوباما ومن بعده بايدن عبر وسطاء من الأمم المتحدة، ونعلم متى يعني تتعالى صيحاتهم الإغاثية ومتى تخبو، كانت الحقيقة في الأمر هو تسليم هذا الجزء من اليمن الحوثيين. فمجرد إعلام بأن هذا الميناء لم يعد ميناء مدني أو اقتصادي أو إغاثي، كأننا نقول بأنه تحول إلى كما قيل إلى هدف عسكري، وبالتالي هناك تصعيد. يعني الرد المؤثر هذا اللي يتحدث عنه الجانب اليمني هو لا. هذا متوقع من الجانب الإعلامي، ولكن ماذا هنا الإجابة على سؤالك لارا؟ ماذا ستفعل إدارة الرئيس بايدن؟
وهو الذي يواجه ضغوطا داخلية من الحزب الديمقراطي حتى تتم إزاحته، وستتم يعني إن عاجلا أم آجلا، توقع كان خلال الويك إند بمعنى اليوم أو غدا. نعم. هذا الأمر أيضا مرتبط بالحملة الانتخابية للرئيس ترامب. ترامب قال افرجوا عن رهائننا وإلا سترون، بمعنى هو يتحدث طبعا عن الرهائن الأمريكيين، كان ذلك واضحا في رسالته. فماذا سيكون الرد الأمريكي إن أتى ترامب ووجد أن هذه المنطقة من الملاحة الدولية تتعرض لهذا التفجير من الداخل عن طريق إيران عبر أداة الحوثي؟ وماذا ستقول بكين التي راعت الاتفاق التطبيع بين إيران والسعودية بأنه سيتم ضبط الحوثي وعدم إخلاله بالأمن لا كجوار ولا كإقليم؟ هناك مسؤولية على الصين، المسألة لم تعد مسألة أمريكية أو إسرائيلية حوثية، المسألة الآن متعلقة في ملاحة دولية، متعلقة بالذات بموقف إيران من ذلك، نعم، بموقف روسيا، طيب، حليف، نعم، للسعودية. شكرا جزيلا لك سيد بشار جرار ضيفنا من واشنطن، كاتب والمحلل السياسي، على وجودك معنا في هذه التغطية من الأخبار الليلة. هذه خزانة النفط، هذه المينا، المينا الآن خزانة النفط. استهداف ميناء الحديدة بغارات الطيران الصهيوني الأمريكي. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الأخبار الليلة، وفي أيضا هذه الساعة للتغطية المتواصلة للضربة الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة ومواقع أخرى في اليمن. نبدأ من الأخبار العاجلة التي ننقلها عن البيت الأبيض، الذي أكد قبل قليل أن إسرائيل لم تنسق معهم حول الضربة الإسرائيلية، بل ذهب إلى التأكيد أكثر فأكثر إلى أن أمريكا لم تشارك أصلا بالضربة الإسرائيلية
في الحديدة. إذن يؤكد البيت الأبيض أن واشنطن لم تساعد ولم تنسق حتى مع إسرائيل في غاراتها على اليمن، فيما كانت إسرائيل قد قالت أنه هي أبلغت أمريكا أو من تصفهم إسرائيل بالحلفاء بأنها سوف تشن ضربات على اليمن. تأتي طبعا هذه التطورات بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن تركزت على ميناء الحديدة، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن القصف جاء ردا على مقتل إسرائيلي بعد انفجار مسيرة حوثية في تل أبيب. غالانت أضاف أن النار المشتعلة في الحديدة ترى الآن بكل أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدا عزم إسرائيل استهداف الحوثيين في كل مكان إذا كان ذلك مطلوبا وفق تعبيره. في حين اعتبر وزير خارجية إسرائيل أن إيران هي رأس الأفعى ويجب وقفها الآن، في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تغييرات بتعليمات الجبهة الداخلية. هذه خزانة النصر، هذه الميناء، الميناء الآن خزانة النصر. استهداف ميناء الحديدة بغارات الطيران الصهيوني الأمريكي. مشاهدينا، قبل أن نتابع في مزيد من التطورات نذهب إلى صور وردتنا حول اللحظات الأولى للاستهداف الإسرائيلي لميناء الحديدة. نتابع. ضربوا ميناء الحديدة اثنين صواريخ، ضربوا الحطانات الثنتين. يا مباشر عيار الكلب ضربوا ميناء الحديدة وإحنا فيه. مباشر ضربوا ميناء الحديدة اثنين صواريخ، ضرب الحطانات الثنتين. يا مباشر عيار الكلب ضرب ميناء الحديدة واحنا فيه. مباشر ضربوا ميناء الحديدة اثنين صواريخ، ضرب الحطانات الثنتين. إذا نتابع بمزيد من التفاصيل والمعطيات مع مراسلة الحدث من القدس لانا كولغاصي ومراسل الحدث من عدن ردفان دبيس. ردفان، معك أبدأ، هل من مستجدات أخرى؟ في هناك ردود من الحوثيين حول يعني نوعية الرد المؤثر الذي سوف يقومون به على الاستهداف الإسرائيلي، هل من تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع؟ نعم، مصادر ميدانية في محافظة الحديدة تؤكد بأن الميناء خرج عن الخدمة وهو متوقف تماما. فرق الإنقاذ تحاول إطفاء السنة اللهب والحريق داخل الميناء في الخزانات، وأيضا إنقاذ الجرحى ومن تبقى والقتلى الذين ما زالوا موجودين داخل الميناء. هناك عدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى الثورة، هناك عدد من الجرحى ما زالوا حتى هذه اللحظة. تحاول فرق الإنقاذ بإمكانيات بسيطة، تؤكد مصادر ميدانية بأن ميليشيات الحوثي ليس لديها القدرة أو الإمكانية التي تستطيع إخماد الحريق وكذلك إنقاذ الجرحى، لكن هناك
محاولة من فرق الإنقاذ لإطفاء الحريق وإنقاذ الجرحى. أيضا القصف تركز ليس فقط في حجرة الوقود ولكن أيضا في مبنى الجمارك وأيضا في الكثير في محطة الكهرباء. هناك بيان مرتقب للناطق الرسمي لجماعة الحوثي سيكون بعد قليل عن الاستهداف الإسرائيلي لمحافظة الحديدة. القصف اليوم العنيف لمحافظة الحديدة تركز على الجانب الاقتصادي أكثر ما هو الجانب العسكري، رغم التصريحات الإسرائيلية لعدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين الذين قالوا بأن الميناء هو بنية تحتية عسكرية للحوثيين والقصف تركز على مواقع عسكرية، لكن القصف أيضا تركز على الجانب الاقتصادي. تسبب ذلك بخوف وذعر داخل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والتي تشهد أيضا أزمة اقتصادية كبيرة. هناك طوابير كبيرة من المواطنين أمام محطات الوقود والخوف أن تتطور هذه الغارات على مناطق أخرى وأيضا أن تشهد مرحلة جديدة من القصف، خاصة أن البلد يعاني اقتصاديا وميليشيات الحوثي تقوم بمواجهة إسرائيل في الظروف التي يعيشها المواطن اليمني في ظروف اقتصادية صعبة. نعم لانا معك، نتابع ردود الفعل الإسرائيلية إلى الآن وأيضا ماذا نترقب؟ هل فعليا هناك كلمة لنتنياهو بعد قليل أم لا؟ بالفعل من المؤكد أن يكون هناك كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبطبيعة الحال هو يعني يريد أيضا أن يروج لنفسه بسبب هذا الرد الإسرائيلي العنيف. حقيقة بعد صمت ساعة ونصف عن بدء هذا الهجوم، الجيش الإسرائيلي خرج في بيان أكد مسؤولية إسرائيل عن هذا الاستهداف، وبالتالي ربما أرادة إسرائيل حاليا أن تخلق الردع الذي كان قد تم خرقه في الأسابيع والأشهر ربما الماضية سواء على الجبهة الشمالية أو الجنوبية، وحتى يعني قبل يومين فقط من وصول المسيرة الحوثية إلى العمق الإسرائيلي إلى إسرائيل وأصابت بنهاية المطاف 10 إسرائيليين ومقتل إسرائيلي. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت كان قد أكد أن الدم الإسرائيلي بما معناه هو ثمين وأن هذا الرد جاء بسبب استهداف المسيرة، وكانت قد هددت إسرائيل في الأيام القليلة الماضية بأنها سوف ترد حقيقة على هذا الهجوم من الحوثيين. أيضا كان هناك رفع حالة التأهب لجميع دفاعات الجوية وأيضا البحرية في إسرائيل تحسبا من أن يكون هناك ردا سريعا من الحوثيين، خاصة بعد تهديدهم باستهداف ميناء حيفا شمال إسرائيل. طيب ردفان، معك كذلك تحدثت أنت عن حالة هلع بين الناس، ولكن فعليا اليوم ما هي الإمكانيات لهؤلاء الناس بالابتعاد عن هذه المناطق، بالخروج من مناطق سيطرة الحوثيين؟ هل هذا ممكن داخل اليمن فعليا إذا ما استمرت هذه الغارات وهذه المواجهات؟ كانت بعض المصادر تحدثت بأن هناك عدد من الجرحى أمام مبنى الجمارك وكذلك بالقرب من الخزانات التي هي قريبة من بعض المواطنين الذين كانوا في طريقهم أو العودة إلى داخل الميناء. لكن هنا أشير بأن كانت كثيرة هناك بيانات هذا المساء بعد هذا القصف من عدد من قيادات ميليشيات الحوثي. الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام تحدث بأن هذا القصف اليوم من قبل إسرائيل هو عدوان على الشعب اليمني، ومن يثني ذلك مواقفهم في الدفاع عن غزة. أيضا عبد محمد علي الحوثي هو قيادي بارز في جماعة الحوثي أيضا مكتب سياسي أصدر بيان وتحدث بأن القصف الإسرائيلي هو ردا على نصرة جماعة الحوثي لغزة. ما هو حاصل أن المرتقب هو بيان العسكري لجماعة الحوثي والذي سيتحدث بالتفصيل عن عدد الغارات، عن الطيران الذي شارك في هذه الغارات وعن أماكن الاستهداف، عن عدد الطيران والجرحى. هناك بعض المصادر تحدثت كمعلومات أولية بأن هناك عشرات القتلى والجرحى جرى هذا الاستهداف في بعض الخزانات بالتحديد داخل الميناء الحوثي.
لانا كيف تبدو يعني ردود الفعل بين الناس على هذا الموضوع؟ يعني اليوم باتت إسرائيل تتحدث عن جبهة ثالثة هي نوعا ما تقاتل عليها، ما هي الأصداء إلى الآن شعبيا، لا أسأل فقط سياسيا؟ لارا، مثلا الشارع الإسرائيلي في أيام السبت كالمعتاد خرج بالرغم من هذه الأخبار العاجلة التي كانت قد بدأت في تمام الساعة 6 بتوقيت القدس، إن إلا هذا لم يمنع الإسرائيليين بالخروج مثلا إلى الشارع للمطالبة بوقف هذه الحرب ووقف فتح جبهات إضافية وضرورة التوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى، لأنه كما تحدث أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت هذه ربما الفرصة الأخيرة للأسرى الإسرائيليين أن يعودوا أحياء إلى إسرائيل. وبالتالي الشارع الإسرائيلي حقيقة ربما معظمه لا يريد مزيد من الجبهات، يريد التوجه إلى صفقة لتبادل أسرى. لذلك شاهدنا اليوم مساء تواجد الآلاف من الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بإسقاط هذه الحكومة والتوجه إلى صفقة لتبادل أسرى. شكرا لك من القدس مراسلة الحدث لانا كولغاسي، والشكر موصول لمراسل الحدث من عدن ردفان دبيس. وأيضا نستضيف لمناقشة كل هذه التطورات الآتية من اليمن هذا المساء ضيوفنا في الأخبار الليلة من عمان الدكتور نبيل العتوم مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز الدراسات الأقليمية، من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار أشمري، ومن طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور. مساء الخير لكم ضيوف الكرام، أهلا بكم في الأخبار الليلة وفي هذه التغطية الخاصة. أستاذ مصدق، مع حضرتك أبدأ هذا الحوار. وزير خارجية إسرائيل بعد هذه الضربات على اليمن قال إن إيران هي رأس الأفعى ويجب وقفها الآن. إسرائيل اتهمت إيران مباشرة بأن المسيرة التي دخلت بالأمس ولو أطلقها الحوثيون هي مسيرة إيرانية مرسلة من جانب إيران إلى داخل تل أبيب. هل فعلا تقف إيران وراء ما حصل بالأمس وبالتالي هي اليوم جزء لا يتجزأ مما نراه من مشهد الحديدة؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم ولضيفي العزيزين. انا اعتقد يعني الدعم الايراني والاسناد الايراني لمحور المقاومه وخاصه حركه انصار الله ليس خافيا، وايران تقول ذلك، يعني لا تستحي ولا تنكر ذلك، هي تقف الى جانب محور المقاومه وهي من ساندت هذا المحور. واسرائيليين يقولون ان ايران، طبعا هم يحاولون ان يستغلوا كل فرصه لاتهام إيران أو لحام إيران في أي مشكلة يواجهونها، أملا بأن يغيروا الموقف الأمريكي تجاه إيران، لربما تشتعل حرب أو يكون هناك عدوان أمريكي على إيران. بس ليش سيد مصدق، إيران قالت أنه هي تدعم كل من يقول أنه الآن يدافع عن القضية الفلسطينية ويخفف الضغط عن غزة، وإيران تقول أنها تدعم الحوثيين، يعني ما الجديد هنا؟ أو أين الاتهام يعني بهذا الكلام؟ ليس أساسا، يعني إسرائيل ضربت الحوثي بأي شيء؟ ضربت الحوثيين بأي شيء؟ ضربت اليمن، ضربتهم بطائرات F-35، من أين جاءت هذه الطائرات؟ يعني يتحارب بالسلاح الأمريكي، وبالتالي من حق الحوثي وهو حليف لإيران أو اليمنيين بشكل عام ومحور المقاومة أن يستفيدوا من السلاح الإيراني، هذا شيء طبيعي، لماذا حلال عليهم وحرام على إيران؟ الإسرائيليون يحاربون اليوم بأسلحة أمريكية، الإسرائيليون يحارب بنيابة عنهم اليوم في البحر الأحمر، ويشن يوميا عدوان على اعتداءات على اليمن وعلى شمال اليمن خاصة، يعني نعم، بسلاح وبقوات، هناك قوات بريطانية قوات أمريكية في البحر الأحمر ويتحارب بالنيابة عن إسرائيل، وبالتالي هذه الحرب حرب مكشوفة بالصراحة. صحيح أن إيران ربما حاليا لم تدخل يعني بصورة مباشرة، ولكن أنا أشعر يعني نتنياهو هو الذي يقود المنطقة إلى مأزق كبير، بحيث سوف
يوفر. بس الإسرائيليين يعني يقولون إيران. أستاذ مصدق، الإسرائيليين يقولون أنه هم لم يبادروا، يعني هم ليسوا هم من بادروا بقصف اليمن، لكن الحوثيين يقولون أنهم قصفوا إسرائيل بمسيرة، هم لم يبادروا أصلا بقصف غزة، هذا كلامهم أنا أقول هنا، وهم لم يبادروا أساسا بقصف لبنان. فوبالتالي لماذا بحضرتك تقول أنه نتنياهو الذي يريد إشعال المنطقة وليس هذه الأطراف الأخرى المحسوبة على إيران؟ يعني الواقع نتنياهو هو الذي يوسع، يعني هو الذي يصعد، وبالتالي الجانب الحوثي اليمني هو أيضا يقول تصعيد مقابل تصعيد، حزب الله يقول تصعيد مقابل تصعيد، يعني نتنياهو هو الذي يقود المنطقة إلى هذا المأزق. يعني هذه المشكلة هي مشكلة تعود ل، ولكن إيران لا تنكر، أنا أقول يعني بكل صراحة، وإيران تدعم، وحتى في هذه الحرب صحيح لديها موقف خاص يعني تجاه حزب الله، أعلنت إذا كانت هناك حرب، اشتعلت حرب حقيقية بين إسرائيل وحزب الله، سوف تتدخل إيران بصورة مباشرة. طيب. ربما هذه الحالة لا تنطبق على اليمنيين، ربما إيران لا تتدخل بهذه الحالة لأسباب واعتبارات عديدة. تأخرت على ضيوف الآخرين، إلى ضيفنا من القاهرة أستاذ عبد الستار. يعني الآن هذا القصف الذي أتى على الحديدة، هل هو إعلان لفتح جبهة اليمن مع إسرائيل؟ وأيضا يعني هل اليمن يريد، هل هنا نتحدث عن أنه كل اليمن يريد الدخول بمعركة مع إسرائيل؟ بعد التحية لك وللضيفين وللمشاهدين الكرام، طبعا يمكن القول أن أولا أن هذا العمل الإرهابي الذي قامت به إسرائيل، طيب. إسرائيل دولة إرهابية، أنا مضطر قطعك أرجع لك أكيد، ولكن بدأت كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نتابع الكلمة ونعود للحوار. إذن مشاهدي، إذا مشاهدينا نحن الآن نتابع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي خرج الآن، هذه الكلمة على ما يبدو هي كلمة مسجلة ولكن يتم نشرها الآن للتوجه للناس حول العملية التي حصلت في ميناء الحديدة، الاستهداف الإسرائيلي لهذا الميناء. كان في تصريحات إسرائيلية كثيرة قبل ذلك، تابعنا مؤتمرا صحفيا لدانيال هاجاري، كذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شرح في هذا المؤتمر تفاصيل العملية التي حصلت. نتنياهو على ما يبدو يقول الآن أن الميناء الذي هاجمناه في الحديدة ليس بريئا، استكمالا كذلك لكلام هاجاري بأن هذا الميناء يستخدم لاستخدام أسلحة من إيران إلى الحوثيين، وكذلك أيضا يستخدم هذا الميناء لأهداف اقتصادية، وكذلك أيضا يعني مصدر لإرهاب الحوثيين بحسب كلام هاجاري قبل قليل. نتنياهو الآن كذلك يؤكد ما تحدث عنه هاجاري، أنه هذا الميناء يستخدم لأغراض عسكرية، ويشدد في هذه الكلمة بأنه لا يوجد مكان لن تصل إليه ذراعنا. نستمع. ستضرب كل من يعتدي عليها، لذلك اليوم عقدت اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وقررنا أن نستهدف مواقع في اليمن للحوثيين. استهدفنا ميناء الحديدة الذي يستخدم كموقع أو نقطة لتوريد السلاح من إيران للحوثيين، وتستخدم هذا السلاح في مهاجمة إسرائيل ودول أخرى، و الحركة الملاحية الجوية وبالطائرات يستخدمونها لمهاجمة مناطق أخرى في العالم. كانت الهجمة دقيقة وناجحة، واستهدفنا مواقع على بعد 1800 كيلومتر عن إسرائيل، ونحن نقول لا يوجد مكان بعيد عن يد إسرائيل الطويلة. هذا الهجوم جاء بعد استهداف مباشر لتل أبيب وقتل فيه مواطن إسرائيلي، وأيضا ردا على استمرار الهجمات أو الاعتداءات الحوثية على إسرائيل منذ 9 شهور. لقد أطلقوا مئات الصواريخ والباليستية والمجنحة باتجاه إسرائيل، وبالشراكة مع الولايات المتحدة ودول أخرى تم اعتراف الكثير من هذه الهجمات، وأشكرهم على ذلك. حماس وحزب الله والحوثيين هم جزء من المنظمات التي تعمل بتوجيه من إيران.
وإسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن تصعد جهودها ضد إيران من أجل وقفها عند حدها وتأمين سلامة الحركة البحرية الدولية. يجب أن نقف جميعا ضد محور الشر الذي تقوده إيران واستهداف أذرع إيران سواء في اليمن ولبنان وسوريا وغيرها وفي كل مكان. وأنا أقول لهم لا تسيئوا الظن بنا، فنحن سنستهدف كل من يستهدف بنا وسيدفع ثمنا كبيرا على عدوانه. إذن مشاهدينا هذه كانت ويعني ما زلنا ننقل بعض التفاصيل. كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث فيها عن أنه قام بوقت سابق بعقد اجتماع لمجلس الوزراء السياسي والأمني وطلب منه تأييد القرار الذي اتخذه بمهاجمة أهداف الحوثيين. قال أن الميناء الذي تمت مهاجمته ليس بريئا، يستخدم لأغراض عسكرية وكان يستخدم كمدخل الأسلحة الفتاكة التي إيران تزود بها الحوثيين. قال أن هذه الأسلحة نفسها هي التي استخدمت لمهاجمة إسرائيل وحتى دول المنطقة والملاحة الدولية. هنأ الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية على هذا العمل، معتبرا أن هذه العملية أصابت أهدافا على بعد 1800 كيلومتر من حدودهم. وقال أن ذلك يوضح أنه ليس هناك أي مكان لن تصل إليه ذراع دولة إسرائيل الطويلة بحسب كلامه. أيضا يقول ويؤكد أن هذا الهجوم هو رد مباشر على هجوم المسيرة الذي طال تل أبيب. وقال أنه على مدى الأشهر الماضية أطلق الحوثيون مئات الصواريخ الباليستية وأيضا صواريخ كروز وطائرات بدون طيار ضد إسرائيل، وتم اعتراضها بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الإسرائيلية وكذلك أيضا بمساعدة الولايات المتحدة ودول أخرى. قال أنه كما حماس وحزب الله، الحوثيون هم جزء لا يتجزأ من محور الشر الإيراني، وهذا المحور لا يعمل ضد إسرائيل فقط بل يهدد السلام في العالم أجمع. وقال أن إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن يكثف جهوده ضد ما أسماه بإيران وفيروساتها وكبح عدوانها وحماية حرية الملاحة الدولية. قال أنه كل من يريد برؤية شرق أوسط مستقر لابد أن يقف بمواجهة محور الشر الإيراني وأن يدعم نضال إسرائيل على حد قوله ضد إيران سواء باليمن أو غزة أو لبنان أو في كل مكان. وقال أنه ولديه رسالة لأعداء إسرائيل، لا تضللونا، سوف نحمي أنفسنا بكل الطرق وعلى كل الجبهات، أي شخص يؤذينا سيدفع ثمنا باهظا جدا لعدوانه. هذا كان أبرز ما جاء بكلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نعود إلى ضيفنا من القاهرة السيد عبد الستار. يعني كنت قاطعتك أستاذ عبد الستار، تفضل بالإجابة وإذا ما كان لديك يعني أي تعليق على كلام نتنياهو حول اليمن بشكل خاص. نعم، أعود عودا على سؤالك. كان السؤال ما هي نظرة اليمنيين لما يجري من هجوم إسرائيلي ومن صراع في البحر الأحمر. فابتداء تأسيسا، لا شك أن ما تقوم به الدولة الصهيونية في اليمن وفي غزة وفي المنطقة منذ عشرات السنين هي أعمال إرهابية، وهذا الأمر معلوم معروف بالضرورة لدى اليمنيين ويفهمون ذلك. لكن دعنا لا أنقر نحو التحليل العاطفي الشعبوي، لأن مهمتنا أن نؤسس ونفهم ما موقعنا من هذه المعركة، ما هي نتائجها، ما هو مقياسها، من أقامها، لصالح من، هل هي لصالح القضية الفلسطينية؟ إسرائيل كدولة إرهابية هناك معادل موضوعي في المنطقة لدولة إرهابية أخرى هي إيران والحوثي. مصلحتنا كعرب أن هؤلاء يريدون جرنا إلى صراع، الخاسر الأكبر هو اليمن، هو المنطقة، هو الشرق الأوسط. لا أستطيع أن أتعاطى إلا على القول قولا واحدا أن هناك مشروعين صراع أطماع في هذه المنطقة تقوده إسرائيل بالدرجة الأولى وتقوده هذه المصدات بدعم إيراني. هذا الأمر بالنهاية اليمن هو الخاسر الآن بمقياس العاطفة الشعبية. قد يقول البعض ممتاز أن تضرب إسرائيل، نعم نريد أن تضرب إسرائيل وتنفنا من الوجود، لكن بمقياس الإدارة والقيادة والمسؤولية والإنسانية، هل هناك
فائدة؟ ما هو حجم الضرر؟ الآن خرج ميناء الحديدة، هل هذه الممارسات الحوثية في البحر الأحمر هي تخدم اليمنيين؟ إخراج هذا الميناء يدل أنها تذهب لعمليات طائشة تحاول أن تعطي إسرائيل ذريعة. إسرائيل كانت تريد أن تكون متواجدة في البحر الأحمر، والآن أصبحت متواجدة بحرا وجوا، ولأول مرة ربما في التاريخ تصل إلى اليمن. ما كان لها أن يكون ذلك. إذا كان ذلك في السابق كان اليمنيين سوف يعني يحاولون أن يعبروا عن هذا الإجرام. الجماعة الحوثية تخدم مشروع آخر، هي تريد أن تبيض جرائمها في اليمن. أنا لا يمكن أن أتعاطى مع جماعة تقتل مثل ما تقتل إسرائيل في غزة أنها ستعمل شيء لغزة أو حتى لليمن. بالمجمل العام نحن ضحايا كيمنيين، نحن ضحايا مشروعين في الحقيقة يتقاطعان بصورة يخدم بعضهم بعضا. قواعد الاشتباك التي تم خرقها اليوم، نرى أن إيران تريد أن تقاتل بالدم اليمني. عندما أرادت أن تضرب إسرائيل أعلنت مسبقا، أرسلت أشياء طفيفة لأنها لا تريد أن ترى شيء مماثل من إسرائيل في طهران كهذا الضرب في الحديدة. لكن عندما يكون الأمر متعلق بلبنان وسوريا واليمن فهي تدفع. هذا الإجرام الصهيوني صحيح أنه مبالغ حتى في رده، لكن أنا لا أستغرب من هذا الرد. إسرائيل دأبت أنها لا تفكر بالقيم الإنسانية، ولكن أيضا من طبل لهذا من أعطى الذريعة لهذا الصهيوني أن يأتي إلى بلدي ويضربها؟ لابد أن أدينه أيضا، لأنه أيضا مساهم في هذه الجريمة مساهمة كلية تكون تراتبية مع قام به من جرائم. وما نحتاج الآن إعادة العقل العربي الراكز لحماية المنطقة بكل الوسائل حتى لا تذهب المنطقة شدر مدر نتيجة أطماع دولتين إرهابيتين. دكتور نبيل العتوم ضيفنا من عمان، يعني أيضا بكلمة نتنياهو تركيز كبير جدا على موضوع إيران وعلى محور إيران، وبالتالي يعني اليوم هذه جبهة ثالثة نتحدث عنها بالنسبة لإسرائيل، والجبهات الثلاث إسرائيل تقول إنها مرتبطة مباشرة بإيران. هل هذا يعني اليوم تغير ما، أم هي بإطار نفس الردود التي تبعناها بأشهر ماضية؟ مساء الخير ست لعرة، تحية لك ولضيفك الأعزاء. يعني أنا بعتقد أنه الأمور مرشحة للتصعيد، خاصة مع أنه يعني إيران ووكلاءها وأذرعها الموجودين عبر الحريق الإقليمي، ولا سيما الحركة الحوثية هي التي تعطي لنتنياهو القيام بمثل هكذا ضربات، خصوصا في ظل ما يعاني من مشاكل داخلية وتبعات نتيجة الحرب على غزة. في واقع الأمر يعني أنا لفت نظري ما تحدث فيه الضيف مصدق بور من طهران، بيقول أنه يعني إيران تقف مع المحور وتقف مع الحوثيين. إيران هي التي أسست هذا المحور واعتبرته هو المصدات للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني، وهو المرشح للقيام بحروب الوكالة. يعني الإيرانيين لما يجوا الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب قاموا باغتيال قاسم سليماني، طلع علينا قائد الحرس الثوري الإيراني وحكى بشكل واضح وصريح على أنه إحنا سوف نرد من خلال اليمن. والإعلام الإيراني خلال الأسبوعين الماضيات خصوصا المحسوب على الحرس الثوري الإيراني دعا الحركة الحوثية للاستعداد إلى المنازلة الكبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية وقوى الاستكبار العالمي ومثل هذه الأسطوانة المشروخة اللي بيرددوها دائما الإيرانيين. وبالتالي الإيرانيين هم سوف يقاتلوا كما تفضل الضيف من القاهرة حتى آخر يمني وحتى آخر سوري وحتى آخر لبناني وحتى آخر عراقي وحتى آخر فلسطيني. المنطقة أصبحت على شفا حف، دعيني أسميه على شفا يعني حرب غير مسبوقة، برميل بارود المنطقة بفضل السياسات الإيرانية. إيران هي رأس الأفعى. يعني أنا مش عارف حتى إسرائيل لما بتقوم بتوجيه ضربة ضد اليمن، هنالك منشآت اقتصادية، هنالك منشآت حيوية هي للشعب اليمني الشقيق في نهاية المطاف. والحركة الحوثية هي عبارة عن مجموعة من المرتزقة، مجموعة من هذه العصابة ملعونة الوالدين اللي دخلت اليمن وعاثت فيها خراب وفوضى وأدخلت اليمن في أتون المواجهة ضمن الحسابات الإيرانية. يعني الإيرانيين الآن طرحوا نظرية أو فرضية ما يسمى بتخادم الملفات، وخرج علينا كثير من المسؤولين الإيرانيين وتحدثوا بشكل واضح وصريح على
لأنه إحنا مستعدين لوضع كافة الملفات بما فيه التفاوض حول الملف النووي الإيراني مقابل الأزمة اليمنية أو الأزمة السورية أو ما يجري في لبنان أو فيما يجري في المنطقة. وبالتالي الإيراني عم بيبحثوا عن مصالحهم، هم وضعوا هذه المصدات وفي مقدمتها الحركة الحوثية، ليس انتقاما من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة الأمريكية بقدر هو الحفاظ على مصالحها وتحقيق للدور الوظيفي. الآن القرار يتم اتخاذه لارا في طهران، والتنفيذ اما بيكون بكبسه زر يا من ميليشيا حزب الله اللبناني يا من ميليشيات الحشد الشعبي. نعم. يا من الحركه الحوثيه ودول المنطقه فلتذهب الى الجحيم. وزي ما قال يعني محمد جواد ظريف قال انه الدستور الايراني بنص عن الدفاع عن المستضعفين ولكن ليس الحرب نيابه عنهم. هذه الحرب هي تم إيكالها إلى هذه الأذرع وإلى هذه المرتزقة حتى تدفع الشعوب ثمن هذه المغامرات التي تقوم بهذه المرتزقة. شكرا لك ضيفنا من عمان دكتور نبيل العتوم مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية. شكرا لضيفنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار أشمري، ومن طهران نشكر ضيفنا مدير مركز دراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق فور. يستعد رئيس السابق دونالد ترامب لاستئناف حملته الانتخابية في أول تجمع له منذ محاولة الاغتيال التي تعرض لها في بنسلفانيا. ويزور ترامب ميشيغان حيث سيتحدث إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس للمرة الأولى، فيما تواجه حملة جو بايدن صعوبات مع مطالبة العديد من النواب الديمقراطيين وكذلك أيضا المانحين بعد إذن مطالبتهم للرئيس جو بايدن بالتنحي. إذا مشاهدينا منعزلا في منزله مصابا بفيروس كورونا، هكذا يقضي الرئيس جو بايدن وقته، كما أنه غاضب من حلفائه الذين تخلوا عنه. صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن بايدن مستاء مما يعتبرها حملة منسقة لإخراجه من السباق الرئاسي، ويشعر بالمرارة تجاه بعض من اعتبرهم مقربين منه. ويفترض بايدن أن التسريبات التي ظهرت في وسائل الإعلام مؤخرا يتم تنسيقها لزيادة الضغط عليه للتنحي، كما يعتبر النائبة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة المحرض الرئيسي على تلك الضغوط. لكنه غاضب من أوباما أيضا، حيث يرى فيه سيد الدمى خلف الكواليس، فيما كان أوباما هو من عين بايدن في منصب نائب الرئيس خلال حكمه، ما جعله يفوز بالبيت الأبيض في 2020. في موازاة ذلك وبينما يصر بايدن وفريقه علنا على بقائه في الرئاسة، قال أشخاص مقربون منه سرا إنه يتقبل بشكل متزايد أنه قد لا يتمكن من ذلك. وأحد العوامل التي قد تؤدي إلى تمديد القرار، يعتقد المستشارون أن بايدن لا يرغب في القيام بذلك قبل أن يزور نتنياهو واشنطن يوم الأربعاء لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، غير راغبين في منح نتنياهو هذه الفرصة، خاصة أن العلاقات متوترة بين الرجلين. في المقابل يشعر بايدن بالقلق من الضغوط وممن يدفعونه للانسحاب ويخاطرون باستعادة موقفه ودفعه إلى البقاء في نهاية المطاف. وكان بايدن تعهد بمواصلة حملته الانتخابية حتى مع مطالبة 7 ديمقراطيين في الكونغرس له بإنهاء حملته، خوفا من أن تكلف الحزب ثمنا باهظا في انتخابات 5 نوفمبر. وقال بايدن الذي يخضع حاليا للعزل الصحي في منزله بولاية ديلاوير جراء إصابته بفيروس كورونا، إنه سيستأنف حملته الانتخابية قريبا. إذن نتابع كذلك في هذا الموضوع بشكل خاص، وتحديدا نذهب إلى مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي التي هي موجودة في ولاية ميشيغان الآن، ومعها أيضا نتابع الأجواء حيث أنت موجودة نادية، إلى جانب كذلك يعني فعليا حقيقة بحث بايدن من عدمها إمكانية الانسحاب. تفضلي نادية. أهلا بك لارا، كما ترين خلفي هناك آلاف من مؤيدي الرئيس ترامب الذين أتوا إلى هنا إلى هذه المدينة وتسمى جراند رابيت في ولاية ميشيغان المتأرجحة. البعض الذي تحدثت معهم قالوا بأنهم أتوا قبل يومين، يعني تصوري هنا هذه الصورة تسوي 1000 كلمة، لأنه بالنهاية هؤلاء الأشخاص يقفون وراء رئيسهم موحدين، هناك ولاء كبير للرئيس ترامب
هناك حماس كبير، وهذه الصورة تتناقض مع صورة الرئيس بايدن كما وصفته قبل قليل، معزول مصاب بفيروس كورونا، أركان الحزب يطالبونه بالتنحي، هو يتهم الإعلام ويشعر بالخيانة منهم. فهاتان الصورتان لا يمكن أن تكونان أبعد من المسافات التي هي حاليا عليها الآن. وبالتالي نتوقع وصول الرئيس طبعا ترامب، والمرة الأولى بعد محاولة الاغتيال. إذا لاحظت أنا موجودة الآن في هذه القاعة اللي هي داخلية، ما حدث يوم السبت الماضي في محاولة الاغتيال في باتلر في بنسلفانيا كان المكان مفتوح، وبالتالي كان هناك اتهامات بإخفاق أمني شديد جدا من قبل الشرطة السرية. إذا هذا المكان هو مغلق ستاديوم، يعني نحن بداخله مع مجموعة من الإعلام، وإحنا المحطة العربية الوحيدة الموجودة في داخل القاعة على فكرة. والرئيس سيظهر أيضا للمرة الأولى مع جي دي فانس، وحدة كبيرة تعكسها هذه الروح التي رأيناها في المؤتمر الحزبي في ملواكي. طبعا إحنا كنا هناك لمدة 5 أيام، وأتينا مع الرئيس هنا إلى ميشيغان، وسيكون له فعاليات كثيرة. وطبعا هذا الوقت مهم جدا، بينما الرئيس بايدن غير قادر على إيصال برنامج الانتخابي للناخبين الأمريكيين لأنه مريض ولأنه متحدى من قبل حزبي ولأنه معزول، الرئيس ترامب الذي وضع جانبا كل المحاكمات التي لاحقته على مدى سنوات في الواقع، وهو الآن متمكن تماما يتحدث إلى الناخبين خصوصا في ميشيغان. ميشيغان ولاية مهمة، وهناك عدد كبير من أصوات الأمريكيين العرب بالتحديد الذين قالوا بأنهم لن يصوتوا للديمقراطيين هذه المرة وللرئيس بايدن بالتحديد بسبب الحرب في غزة. لارا، بالفعل نادية، يعني نسأل هنا عن ولاية ميشيغان تحديدا، الولاية المتأرجحة، وكذلك أيضا يبدو أنه يعني حاكمة الولاية من الأسماء المطروحة ربما للترشح مكان بايدن إذا في حال بايدن سحب من السباق الرئاسي. فعليا أهمية هذه الولاية، ويعني لماذا دائما ما تكون هي من الولايات الصعبة والتي يتم العمل عليها كثيرا من جانب الحملتين الانتخابيتين؟ تماما، لذا رأينا في السابق الرئيس بايدن أتى إلى هذه الولاية أكثر من 4 مرات، ورئيس ترامب أيضا أتى إلى هنا أعتقد 4 أو 5 مرات أيضا. لكن منسق الشؤون العربية في حملة الرئيس ترامب قال لي بأنه يعمل مع الجالية العربية والجالية المسلمة بالتحديد لكسب أصواته. كما تعرفين عندما قلت بأن هناك رفض للرئيس بايدن والديمقراطيين، هذا لا يترجم على أنه سيكون تصويت للرئيس ترامب، لأنه البعض أيضا يتخوف من سياساته الخارجية وبالتحديد في الملف الفلسطيني. لكن هم يقولون بأنهم يعملون بشكل لصيق ومكثف مع الجالية حتى يحصلوا على هذه الأصوات. طبعا بالنسبة للبدائل ذكرت حاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر، لا أعتقد بأنها بالصف الأول للاختيار، لأنه طرحت من أسماء منذ فترة طويلة مع حاكم ولاية كاليفورنيا ومع حاكم ولاية كنتاكي ومع حاكم ولاية بنسلفانيا، كلهم حكام لولايات مهمة وخصوصا بنسلفانيا وميشيغان لأنها ولايات متأرجحة يجب على الرئيس المرشح الرئاسي أن يحصل بها. لكن بالنسبة لها بالتحديد أعتقد سيكون صعب إذا تنحى بايدن جانبا، يعني الخيار الموجود أمام الديمقراطيين هو نائبة الرئيس كاميلا هاريس، لا يمكن تخطيها لأنها أولا امرأة ولأنها امرأة ملونة، وبالتالي الديمقراطيين يريدون أن يدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه إذا بالفعل تم اختيارها. عدا عن ذلك آلية الدعم المالي يجب أن تأتي بأسهل بسلاسة أكثر، تكون عن طريق نائبة الرئيس وليس عن أي مرشح آخر. حاكمة ميشيغان غير معروفة على المستوى العالمي، عفوا على المستوى الوطني، قصدي على الولاية على مستوى الولايات. الإعلام يعرفها، بعض الأشخاص يعرفونها، لكن هي غير معروفة، وبالتالي هي بحاجة لتعريفها إلى الناخب. بينما كاميلا هاريس هي نائبة الرئيس، هي في داخل البيت الأبيض، وهي التي تشارك أيضا بالسياسات الداخلية والخارجية. هذا لا يعني بأن لديها شعبية كبيرة، لكن على الأقل يمكن أن تحفز الشباب المعارضين للحرب في غزة، لأنهم نوعا ما يرونها مختلفة عن الرئيس بايدن. والأمريكيين من أصول آسيوية لأنها من والدتها من الهند، والأمريكيين من أصول إفريقية. لكن بشكل عام حظوظ الديمقراطيين صعبة مهما كان الاختيار.
الخيار سواء كانت كاميلا هاريس أو لا، كما ترين هناك حماس كبير جدا، يعني أن يأتي مؤيدو الرئيس ترامب قبل يومين وينصبون خياما حتى يأتوا إلى هذا التجمع الانتخابي، هذه دلالة على الولاء الكبير لهذا الرئيس الذي يتبعه هذه المجموعة بشكل أعمى في الواقع، يعني عدد كبير يأتون يعني يقفون ساعات طويلة، يكون الجو بارد أو حار لا يأبهون وبالفعل يستمعون إلى كل كلمة يقولها، وهذه هي الصورة، صورة الوحدة، صورة الولاء التي لم نراها على فكرة منذ فترة طويلة بالحزب الجمهوري وانقسام في المعسكر الآخر وهو الحزب الديمقراطي. بالفعل سنتابع معك نادية كل تفاصيل هذا التجمع للحزب الجمهوري، ننتظر كذلك ترامب وما سيقوله. أول بأول معك نادية دائما، شكرا لك حتى الساعة من ميشيغان، مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي. إلى السودان الآن، حيث قالت مصادر مقربة من قوات الدعم السريع للحدث إن قائد قواتها في قطاع سنار والنيل الأزرق عبد الرحمن البيشي قتل صباح اليوم إثر غارة جوية شنها طيران الجيش السوداني في سنار. ويعتبر البيشي أحد أهم قادة الدعم السريع بوسط السودان وأحد المؤسسين له، كما أنه يعتبر قائد الهجوم على مدينة سنجا عاصمة ولاية سنار التي سيطر عليها الدعم السريع في الآونة الأخيرة. من إقليم دارفور معنا الآن مراسل الحدث صالح أبو علامة. صالح مساء الخير، معك نتابع آخر المستجدات في الإقليم. مرحبا لارا، دعينا نبدأ من وسط السودان من ولاية سنار. اليوم قالت مصادر مقربة من قوات الدعم السريع بأن قائد قطاع سنار النيل الأزرق عبد الرحمن البيشي قتل إثر غارة جوية نفذها طيران الجيش صباح اليوم. نعلم بأن قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على مدينة سنجا اتجهت إلى مدينة سنار في محاولة للسيطرة على هذه المدينة الجيش، وعبر عدد من البيانات التي بثها خلال الأيام الماضية قال بأنه تصدى لعدة هجمات جهة هذه المدينة، وأنه كبد قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على هذه المدينة خسائر كبيرة من ضمنها صباح اليوم. البيشي هو أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع، وهو أيضا أحد القادة الذين سيطرت بواسطتهم قوات الدعم السريع على مدينة سنجا وعلى ولاية الجزيرة في وسط السودان، وأحد أيضا أهم القادة في قوات الدعم السريع. انخرط في قوات الدعم السريع منذ فترة طويلة بمدينة الدمازين وأيضا بقطاع سنار مدينة سنجا. بالأمس أيضا طيران الجيش نفذ غارات جوية مكثفة في ولاية غرب كردفان، تحديدا في مدينة الميرم، هذه المدينة التي أيضا تسيطر عليها قوات الدعم السريع، حيث سمعت أصوات الانفجارات في كردفان وأيضا في دارفور. انفجارات كانت قوية جدا وأصوات كانت عنيفة في هذه المدينة، ما أدى إلى مقتل شخصين بحسب مصادر تحدثنا إليها. هذه الأعمال العسكرية المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور في السودان بالطبع تفاقم من الأوضاع الإنسانية، وتزيد أيضا من معاناة الناس يوم بعد يوم في دارفور وفي كردفان وفي وسط السودان. خلال اليومين الماضيين اختتمت المفاوضات الغير مباشرة بين وفد الحكومة السوداني وأيضا وفد قوات الدعم السريع في جنيف. البيانات التي خرجت جميعها تدعو إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى ضرورة فتح المعابر، إلى ضرورة الإيفاء بالالتزامات التي وعدت بها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للمواطنين السودانيين في مناطق النزوح. شكرا جزيلا لك صالح أبو علامة مراسل الحدث من إقليم دارفور على كل هذه الإيضاحات. سودانيا أيضا، تشهد الولايات السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار الخبز والسلع الغذائية والوقود إثر انخفاض قيمة الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى نحو 2400 جنيها مقارنة بنحو 1900 جنيه مطلع الأسبوع الماضي فقط.
وأنت تدخل إلى منزل صالح حامد البالغ من العمر نحو 70 عاما والذي يعاني ظروفا اقتصادية معقدة إثر استمرار الحرب وندرة السلع وغلائها، لا بد من الوقوف على حزنه الخاص أولا بفقدان 4 من أبنائه بعد وصولهم إلى سن 21. يبدو أن هذا الابتلاء جعله أقوى في مواجهة ظروف الحياة القاسية. الحمد لله كان عندي 4 أولاد، والأربعة دير ربنا اختارهم بجواره، والحاجة الوحيدة اللي أسرت فيه وفاة الأولاد دين. ورغم الحزن تضاعفت الآلام مع واقع اقتصادي جديد بدل حياة الناس إلى ما هو أصعب. صالح أحمد صالح تغيرت حياته السابقة التي كان فيها شيء من الراحة إلى أخرى أشد قسوة. فرق كبير بين زمان وحسي يا بنتي. إحنا زمان بنأكل 3 وجبات ونحل الساعة 12 بالليل، لكن هسه الوجبتين يلا لطيف عشان أكون صراحة معك، يعني ما زي زمان يا فولي عدس يا فاصوليا، واحد من الثلاثة دين. أحزان خاصة وعامة داخل البيوت السودانية وأوضاع اقتصادية معقدة تعيشها الأسر يوميا إثر ارتفاع الأسعار وانخفاض الجنيه مقابل الدولار. وهنا في الشارع العام داخل الأسواق توقفت حركة البيع والشراء إثر تدهور الجنيه مقابل الدولار بصورة مفاجئة، ففي بضعة أيام قفز السعر من 180 جنيها إلى 230 مقابل الدولار الواحد. وقفت البيع عشان زيادة بقت حاجة خيالية، يعني متى تزيدك شوال سكر من 90,000 ولا 85,000 يبقى شوال ب 105,000، شوال اللبن 25 كان ناخده ب 207 205، هسه بيقولوا ب 300 310,000، الدقيق من 26 شوال يوم بناخده 25 كيلو هسه بيجي ناخده يشتريه ب 35 من الشركة. أول أمس كبيت بنزين، البنزين كبيته ب 10 ب 9500، جيت لقيته الليرة الصباح ب 11800. حتى الخضروات والفاكهة ارتفعت أسعارها إلى الضعف. والله أسعار يعني غالية شديدة، يعني أي حاجة غالية. بالنسبة للحمة بقينا نطبخ من غير لحمة لأن اللحمة برضه بقت غالية. بالنسبة لل الخضارات يعني برضو يعني أكثر حاجة بنشتري البطاطس. رغم أن الآمال تظل معلقة بأن تخف هذه المعاناة اليومية، لكن لا يظهر أفق للحل، فالحكومة بقيت صامتة دون إعطاء تفسير أو حتى تقديم حلول لكل ما يحدث. لينا يعقوب، الحدث، بورت سودان. إلى لبنان، ومع عودة معظم أهالي رميش إلى قريتهم اكتشفوا أن خطوط الهواتف الخليوية إما لا تعمل أبدا أو تنقطع كثيرا بعد ضرب أبراج الإرسال في عيترون واعتماد القرى الحدودية على برج واحد في رميش. اختار أهالي قرية رميش الحدودية العودة إليها بعد 9 أشهر من استمرار الحرب، رغم أن الدولة لا تدعم صمودهم على أكثر من صعيد كما يقولون، مثلاً قطاع الاتصالات الذي انقطع لفترات عن القرية. لم يتبقى على الحدود اللبنانية الجنوبية سوى هذا البرج القادر على إمداد القرى الحدودية بتقنيات الاتصال الخليوي، فأبراج الاتصال في عين إبل المواجهة متوقفة عن العمل، والأبراج الأخرى كتلك الموجودة في يارون استهدفتها إسرائيل وباتت خارج الخدمة. أما البرج هنا في قرية رميش فيعمل فقط مع عودة التيار الكهربائي الغائب عادة، فيما لم تعمل الجهات المختصة على تأمين المازوت لمولداته. جاد أحد أبناء قرية رميش التي لم يغادرها يوما، يقول إنه أخيرا تم وصل أبراج الاتصالات على ما تعرف بخطوط الاشتراك في لبنان، لكن المشكلة استمرت مع الضغط الكبير على الشبكة. في عنا شركة تقريبا مقطوعة نهائيا، والشركة الثانية ما بيتعدى 30% شغلة بالمنطقة، و3G ما فيه، وهلأ رجعت الناس شوي على الضيعة لأنه هلأ في صيفية وفي شوية يعني حركة بالضيعة، ناس بيجوا بيشوفوا قريبين من هون، بس هيدي المشكلة كتير عم نعاني منها لأنه إذا صار شيء ما حدا بيقدر يحكي مع الثاني. منشرج بس لأنه خطوطنا ما تحترق، انترنت ما في، واي فاي ما في، حتى إذا ما نحكي كول عادي ما في. بعيدا عن أهالي رميش، معاناة أخرى خلفتها الحرب، وقعها أكبر على سائقي التاكسي
بونجور. بحط لوكيشن على هذا جوجل مابس بتعطيني كله غلط، بصير منبرم، وأوقات بيجيني اتصال من برة تنقول بدي لقي زبون، بنعمل شي 20 اتصال لحتى نحكي مع زبون، أوقات تطلع مزبوطة، أوقات لا بترجع بتعذبنا. طب وقد ايه عم ياثر على شغلك؟ يعني عم بيعمل مشاكل مع الزبونات؟ اكيد ايه، هلا في اوقات الزبونات بيروح بقول لك عن شيء هيدا بياخذ غيري، مش كيف؟ هم عم نبرم بالبنزين بنحطهم مصروف يعني. يأمل اللبنانيون أن تستعيد شبكة الاتصالات عافيتها قبل نهاية حرب لا يرون أفقا قريبا لخاتمتها. غنوة يتيم، الحدث، بيروت. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الأخبار الليلة التي خصصنا الجزء الأكبر منها لمتابعة تطورات الاستهداف الإسرائيلي لميناء الحديدة. طبعا هذه التغطية مستمرة، نبقي عيننا على كل هذه المستجدات إلى جانب كذلك ملفات أخرى ستكون حاضرة في 19 مع إنجي القاضي بعد قليل. شكرا وإلى اللقاء.